ما بعدها 23 شباط هيها الأوبرا العربية حاضرة متألقة حاضرة طل العالم بالمستوى العالم بالمستوى العالمي اللائق. وهيدا مش لأنه أنا كاتب الأوبرا، هيدا صدى الجمهور الحبيب الجمهور السعودي المثقف اللي ما شفنا منه إلا هالشغف الحلو هالحماس للأوبرا، وهن أدرى بيعنطروا عبلة ابن الوطن. الحقيقة أنا متفاجئة جداً، شيء رائع جداً وعلى مستوى عالي وراقي جداً، يعني حاضرة أوبرا في هولندا من شي سنة وشوي وقبلها في النمسا، وأنا صرت على المستوى العالي والراقي والمفاجئ لأول مرة. أنا ماش حاسة نفسي أنا مش أوروبا.